بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد من السعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن فيتامين سي. طبعا يتواجد في الخضروات والحمضيات بصورة خاصة، ونقص هذا الفيتامين يؤدي إلى ظهور ضخامة في اللثة، وتصبح طبعا اللثة إسفنجية القوام وذات لون أحمر، وغالبا يحصل لها نزيف. وأنا أنصح المصابين بهذا المرض بمراجعة طبيب التغذية العلاجية وطبيب طب الأسرة وفحص اللثة بأسرع وقت، وأيضا التغذية بنسبة كبيرة جدا بالمواد التي يعني تكلمنا عنها مثل الخضروات والحمضيات والأمور. يعني المصاب يهتم بنوع التغذية المفيدة التي تنفع الجسم كي يعوض هذا الفيتامين. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.